السلام عليكم، انا سعيد جدا باللقاء ديالكم وسعيد جدا بالوجود ديالي في هذا المعرض هذا. وانتم كتعرفوا بان معرض الكتاب هو متنفس لكل محبي القراءه والكتب، هو كذلك فرصه اننا باش نتلاقاو الاحباب والاصدقاء هنا من جميع المدن المغربيه، لان كاين ناس دابا كتربطهم وكتجمعهم صداقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فما كيكتب لهمش يتلاقاو في الواقع، لكن هذا المعرض هذا كيكون هو فرصه سهله وممتعه ان الاصدقاء والاخوان والاحباب يتلاقوا في هذا المعرض، وكذلك فرصه للاطلاع على الاصدارات الجديده. وانا عجبني المعرض في الرباط، كيختلف على الدار البيضاء من ناحيه ديال التنظيم وهذا الديكور وداك الشيء هاي كلاس وزوين، لكن الذي يعاب على معرض الرباط انه دور النشر قليله ماشي فحال ديال الدار البيضاء، ولعل ان شاء الله الاعوام القادمه يكون افضل، لاننا عاد خرجنا من الوباء هذا الجائحه، الناس باقين يعني كيستعدوا العافيه ديالهم الماديه والصحيه والعقليه، لانه كما كتشوفوا كاين كثير من الاجراءات في القضيه ديال السفر ديال دور النشر وغير ذلك. فنتمنوا في قادم الايام يكون المعرض افضل، وتيدا كان هنا في الرباط مزيان، لان انا هذا رايي شخصي انه في الرباط افضل، لان ما كاينش بحال الزحام، وفي نفس الوقت هذا الشيء يرقى للعام 2022، لان المعرض الدار البيضاء كان الزحام شويه والمرافق كتكون شويه مندحسه. فشكرا للمسؤولين وشكرا للناس اللي جاوا للمعرض ودور النشر اللي هما يعني كيتكبتوا يعني يتكبدوا عناء السفر باش يجيوا، والله يجازيهم بخير. وهذا مكان، وشكرا لكم انتم اللي كتقوموا بالتغطيه هذه المناسبه هذه وهذا المعرض هذا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.